عارف دي ريكويست بروبوزال او كراسه الشروط وتخش تعمل. مفيش مشاريع موصفه بحيث ان انا عندي ويب سايت اقول لك دي المشاريع اللي معلن عليه. وزاره الرياضه فيها اجتهادات تعمل، لكن في تنازع بين وزاره الرياضه ووزاره الاستثمار، فالاستثمار الرياضي الحقيقي مش معلن. دي كلها مجهودات، يعني انا شايف اسامي سبونسر هنا عندهم سبورتس انفستمنت وشغالين في الموضوع ده. هتشوفوا ناس من الاكزيبيتورز اللي هتتفرجوا عليهم بعد ما نخلص الكلام ده، هتشوفوا جامعات مستثمره في الرياضه. كل دي دول بايونيرز، دول بيعملوا تيست للبايلوت، كلها بايلوت انفستمنت. بس I don't like to see accidental sports investment. مش عايزين نقعد نشتغل كده وفي الاخر يطلع ده اكسيدنت، ان انا طلع الاستثمار بتاعي كويس فالحمد لله بقيت كويس، لا والله اي لوست. لا ده مش مظبوط، لازم يكون في كرايتيريا عشان ما يبقاش عندنا اللي سالني السؤال ده عايزه يفتكر كلمه اكسيدنتال سبورتس انفستمنت. يعني في ناس بيعمل عربيه كده بتاع كاترينج ويقف قدام نادي بيكسب اكتر من نادي، ده اكسيدنتال، ده مش رولز. فلازم يكون عندنا مزيد من التفاصيل. انا وديت شمس عندك عشان استريح شويه. مش مشكله، حضرتك بتقول الكلام مشغل خالص. تفضل متخصص في الاقتصاد جوه النادي. تفضل متخصص، مش عارف اقرا، مش شايف. انا خلاص انا اي جوت. طب هو ايه السؤال؟ اي واحد فيكم هل تفضل متخصص في النادي ما عندوش سبورتس باك جراوند؟ مفيش اي علاقه. في ناس بتدرب كرة قدم وما لعبتش كرة قدم، هو حصل على كوتشنج كورس عشان يبقى مدرب، مش مطلوب منه انه يجيب جون، مطلوب منه انه يعمل تيم. فممكن حضرتك تبقى متخصص في الاستثمار، في التسويق الرياضي، في التدريب الرياضي وما كنتش لعبت اللعبة دي. 100% هو ده تابوه في مصر، ان اي حاجه في مجال الكوره لازم ابقى مش بقى. طبعا مع كامل احترامي للعيبه السابقه، هو في ناس بيبقى لاعب سابق وناجح في الاداره او في الاعلام او في التدريب، بس هو المشكله هنا في ان في زي بابل كده معموله، ان ما حدش بقى، انت ما كنتش لاعب سابق فانت جاي تحلل اداء ليه، او جاي تدرب ليه، او جاي تبقى ده تابوه في مصر بس. مفيش اي علاقه، اوعى حد يوقفك عن التارجت بتاعك. اصل انت حضرتك ما شفناكش بتلعب معانا فريق الكره الشراب بتاع. ايوه علم يا استاذ، علم. انا دخلت اخدت فيفا لايسنس في تدريب كره القدم. على فكره انا اعرف واحد مصري عنده اعلى لايسنس في تدريب كره القدم في الاتحاد الاوروبي، وهو مستشار دلوقتي الاتحاد الفرنسي عشان اكون دقيق برضو. كل ما يجي مصر اجازه الراجل عايز يدرب فرقه، يقول له اصل حضرتك ما لعبتش في الدوري الممتاز عندنا. عندنا عندي صديق كان عايش في سويسرا، هو الماستر مايند اللي كان بيكتب للفيفا حاجات كتيره جدا، ده طبيب خلاص، كان بيلعب هنا في هو في ثانوي في نادي، اما راح اوروبا وكمل دراسته الطبيه في سويسرا تحديدا، عنده باشن وكمل. الابواب اتفتحت له. اما بيجي مصر اجازه، لا انت دكتور، احنا عندنا دكاتره زيك كتير قوي، انت ما لعبتش كوره في الـ في الـ في المستوى الاعلى الى اخره. فدي حاجه لا مش ريليفنت. انت يمكن جوه. طيب في سؤال هنا حلو قوي برضو مفيد للناس. هو اختفى فين؟ هنا. لا يا جماعه انتوا عمالين تلعبوا بيا. في سؤال هنا. مش مشكله. حد كان بيسال لو واحد عايز يدخل مجال السبورتس مانجمنت، يبدا هو دلوقتي هنا في مصر وعايز يدخل ازاي؟ ده سؤال مفيد جدا. عايز اول الطرق العمل. او عايز تبقى متخصص او تشتغل في السبورتس مانجمنت، عندنا تو ويز. الطريقه الاولى انك تاخد فوكيشنال تريننج. في دلوقتي دراسات متخصصه، فوكيشنال تريننج يعني تدريب مهني رياضي مش تدريب اكاديمي. يعني في جامعات في مصر عامله اتفاقيه مع الفيفا على سبيل المثال، بتدي برنامج اسمه دبلوم الاداره الرياضيه التنفيذيه. انا على فكره انا ام وان اوف ذا فاوندر في البرنامج ده، ودرست وادرته من النسخه الاولى للسبعه، هم دلوقتي في النسخه ال14. ممكن تخش انرول في البرنامج ده، الحاجه الاولى. عايز تروح ان بيرسون. الحاجه الثانيه في شهادات لطيفه جدا اونلاين معموله في كل اوروبا، وانت قاعد في بيتك تقدر تاخد ماجستير في الاداره الرياضيه، مش بس اندر جراديويت، تقدر تاخد بوست جراديويت. فده جزئيه الفوكيشنال تريننج. اذا انت عايز تاخد سبورتس مانجمنت
باتشلر ديجري عندك في مصر في جامعات خاصه فتحت وموجوده بتدي بكالوريوس في الاداره في اداره الاعمال تخصص اداره رياضيه خلاص، وهم هيكونوا موجودين معاكم هيتكلموا في هذا الموضوع. يعني الناس بتوع الفوكيشنال تريننج هيكونوا موجودين بكره والنهارده بتوع الاكاديميك تريننج هيكونوا موجودين، وده حاجه. ولقيت العمليه صعبه خالص، لو سمحت روح على الاونلاين. A lot of course على فكره بيبقوا كميه كبيره جدا منهم free of charge. حاجه بقى مهمه جدا برضو اللي انا افتكرتها دلوقتي، لو تتطوع في اي بطوله من البطولات الدوليه، يعني النهارده الكومن ويلث جيمز اللي هتتعمل السنه الجايه فاتحين باب التطوع، الباريس اولمبيك جيمز فاتحين باب التطوع، لو انت عندك سكيلز في اللانجوج تخش تبقى تاخد البوزيشن ده انك تبقى متطوع، هتاخد بري ريكويزيت عشان تبقى في البطوله، هتاخد تريننج في هذا الموضوع. ابراهيم عبد الجواد، تعالى يا هيما. يا جريتا صباح يا هيما، الاخبار عامل ايه؟ كله تمام. سيبكم مع ابراهيم، هو هيقدم الناس اللي في توك، واشوفكم تاني بقيه اليوم. حبيبي يا جريتا، مش عارف انا اقعد فين، انا قاعد فين يا جماعه؟ مساء الفل عليكم جميعا، منورين الدنيا كلها. مبسوط جدا ان انا موجود معاكم النهارده. الايفنت ده واحد من اهم الايفنتس اللي انا ممكن اكون موجود فيها. ساعه لما كلموني على الايفنت حاجه جميله جدا، حاجه محترمه جدا. احنا على مدار سنين طويله من ساعه لما الواحد اشتغل في الشغلانه دي وبنسمع كلام كتير ان الرياضه صناعه وصناعه كبيره، وفي كل حته في الدنيا الكوره دي مش مجرد لعبه. فلما الواحد يكون موجود ومشارك في ايفنت بيحاول فعلا يغير حاجه على ارض الواقع، بيحاول فعلا يعمل حاجه او خطوه على طريق ان فعلا الرياضه دي ممكن تكون صناعه، وصناعه كبيره كمان، بتدخل استثمارات كبيره للبلد، بتدخل عوائد كبيره للبلد، بتخلق فرص عمل كتيره جدا 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 لشباب. فبالتاكيد الواحد يكون متشرف ومبسوط وسعيد انه يكون مشارك في ايفنت زي ده. والنقطه الثانيه اللي انا مبسوط بيها جدا ان على مدار الفترات اللي فاتت شباب كتير جدا بيفهموا في الكوره قوي وبيحبوا الكوره جدا وبيعملوا كونتنت هايل ومحترم، بس مش قادرين يشوفوا الطريق او يعرفوا الطريق اللي هم من خلاله يقدروا يخشوا ويكونوا جزء مؤثر ومهم من ضمن منظومه الكوره المصريه او الرياضه بشكل عام. فلما يكون ايفنت ويكون ايس بارك وسفن ايجنسي وثلاثه بونت بيوفروا لهم الفرصه والمساحه ان هم يتكلموا ويعبروا عن نفسهم، يشوفوا بعض ويتكلموا مع بعض ويخلقوا لهم ويساعدوا في خلق فرص عمل ليهم، فبالتاكيد دي حاجه تكون الواحد يكون متشرف بيها وسعيد بيها وسعيد ان هو يكون مشارك فيها. على مدار الفترات اللي فاتت شفنا نماذج وشفنا مشاريع لانديه، انديه خاصه بخلاف الأندية اللي احنا عارفينها طول عمرنا، الأندية الشعبية. التجارب دي تجارب جيدة جدا، منها اللي نجح جدا، منها اللي نجح بشكل متوسط، منها اللي لسه بيشتغل وبيحاول عشان يوجد هوية لي. ولكن فكرة وجود أندية كتير في مصر دي ليها عوائد ثقافية واجتماعية ورياضية واستثمارية كتير. عارف ان الكلام ده ممكن يكون كلام تنظيري شوية، ممكن يكون كلام مجعلص حبتين، بس دي الحقيقة. لما بيكون في نوادي كتير بتتفتح دي ليها مميزات وليها امباكت كبير جدا وحلو جدا جدا جدا. واحد من اهم التجارب اللي حصلت الفترة اللي فاتت هو نادي زد سبورتس كلوب. زد بكل ما تحمله الكلمة من معنى مشروع ومؤسسة في غاية الاهمية اتوجدت في المؤسسات الرياضية او من ضمن المؤسسات الرياضية في المجتمع المصري خلال الفترة اللي فاتت. هنتكلم دلوقتي عن زد وايه فكرة الاستثمار الرياضي في الاندية تحديدا، وايه المميزات بتاعته، وايه اللي ممكن الاندية الخاصة تضيفه للكرة المصرية او للرياضة المصرية بشكل عام ممكن يكون مختلف وما كانش حاصل قبل كده.